اثنين حسام مثلا، يوزر دوت ايميل مثلا جيميل دوت كوم. هذه احد عيوب الكلاود، انك تشتغل يكون عندك نت ضعيف، احيانا يكون يحتاج احيانا نسوي سينك. هي في نت بس انه ضعيف شوي، فاتوقع انه قاعد. بس طبعا النت هنا ضعيف بشكل يعني استثنائي صراحه، ولا هو جدا خفيف يعني، ما في شيء، ما في بكتر، ما في شيء يعني، تكست معروف، بس بالذات هنا يبدو لي معزول. شكله اتصل النت. ما عندنا افتح الباب اوف لاين مود يعني مثلا، لا كلاود هو على كلاود، ما في اوف لاين مود. هو يسوي كاشينج احيانا مثلا اذا فصل قبل شوي، هذه كلها سوى لها كاش. انت مشابك على الواي فاي؟ ايه الواي فاي حق الباب على، لا في احد الشباب هنا عنده، بس طفى الاي واي فاي. طفى؟ اي راح يشحن. ايش حنا؟ طفى وشبكه لحق المقهى، حق المقهى سرعتها 15 كيلو بايت. خلينا نستغل الفرصه بالسلايدات، ممكن نمشي على روبي ونشوف شو اسمه، نرجع لل طيب عطني ان شاء الله. بعدين الاسواق ايه تفضل. طيب بالنسبه للجيت في يعني اكشفتك بالابروش يستخدمونه بعض المطورين بخصوص من الديفلوبمنت للماستر للبرودكشن. في حال انه عنده اي مثلا هوت فيكس، صار في مشكله كذا كبيره بيسوي هوت فيكس سريع، يطلع من البرودكشن على نفس الفيرجن اللي هو شغال في البرودكشن، يطلع منه برانش حل الفكس ويرجع بسرعه للبرودكشن. هل هذا البرانش هو افضل ابروش موجود؟ لان هذا انا استخدمه في افضل منه. والله ما صراحة ما أعرف يعني، إذا تسألني أفضل أبروتش، لو تدخل الإنترنت في كثير أبروتشز على جيت. إيه شوف الأكيد برانش as much as you can. في جيت البرانش بلاش زين، فإذا يعني فتل يعني أنا شفت أبروتشز ناس عندهم 16 برانش، واضح. فهي تعتمد على حجم المشروع، تعتمد على الديفلوبرز ومدى فهمهم للجيت. هل عندك أحد مانجينج الجيت أصلا؟ لو عندك 16 برانش، في أحد جالس يسوي المانجمنت ويفهمها كلها وذا؟ فكل هذه اشياء عوامل تاثر بالموضوع هذا. مضبوط. فما اقدر، ما في جواب، ما اعتقد انه في جواب يعني شو اسمه محدد يعني بالموضوع هذا. نعم، لكن الاكيد انه برانشينج ببلاش قلت. يس. هذا الاكيد يعني. في جت النت ولا شلون؟ انا بس رجعت الشبكة قديمة. رجعت؟ تكمل؟ أيوة. سؤال كان؟ طيب عشان بس تأكد من الكونفيجريشن حقتك، تأكد من الجيت إنها عندك الآن على
اللوكال جيت اللي موجود على كلاود 9 فتتاكد الان من الكونفيجريشن عندك الان الموجوده. طيب بعد كذا الان خلينا نشوف مثلا جيت وجيت مثلا وش تعطيني بعض ممكن اهم ثلاث كوماندز انك انت تشتغل عليهم بشكل يومي. فيقول لك قبل ما تنام تستخدم اول كوماند اللي هو جيت ستاتس. هل في اي تغيير عندي على الجيت؟ قال لك في تغيير انك انت الان سويت كونفيجريشن او انشاليزيشن لجميع الملفات هذه عندي، هذه مين موجوده عندي على الجيت. فممكن تلاحظ هنا untracked files. كيف نعمل لها تراكت؟ اللي هو جيت اد ماينس كابيتال اي او داش كابيتال اي. هذا الان يضيف لي جميع الانتراكت فايل عندي في الجيت. طيب الان جيت انتراكت فايل يعني ملف ما احد يعرف يعني ما هو داخل في الفيرجن كنترول الا زين. الان دخلته في الجيت يعني خلينا نقول انك نقلته الملف هذا دخلته في الريبوزيتوري او في قاعه بيانات حق الجيت. طيب بعد ذلك عندنا الان عندي الان تقريبا حط لي اياها الملفات جميعا في كيو، لكن الى الان ما بدا الان بالترتيب يضيفهم لي ككوميتد فايل موجوده عندي في المخزن او اللي هو في الريبوزيتوري. فجيت كوميت رجع يعني ممكن لو جرب نت ثانية تأكد من الشبكة صح. هي موجودة نفس الشبكة لو جرب جوال ثاني جوال بدل هل تجلس يشحن برا الحين ولا موجود هنا؟ لا برا اتوقع القطعة دي برا لا بس انه فل عند السيجنال واي فاي سيجنال فل الواي فاي سيجنال فل؟ أنا أجرب شبكة ثانية بس. طبعا لو كانت سرعة الاتصال يعني 1 ميجا فأكثر مشاكل هذه كلها ما راح تشوفها، تحتاج 1 ميجا فقط في سرعة الاتصال. لكن هنا في الكافي يعني سويت تيست المغرب كانت 14 كيلو بت. يعمل ريكونكتنج الآن. أيوه. Thank you.
في واحد ثاني، ده مو جنب واحد ثاني، ده في جوال ولا شيء. شغال مع الثمان. شكرا هواوي نت. أي واحد؟ هواوي نت. هذه ولا هذا ميت؟ أوكي. سوي ريكونكتنج الآن. ممتاز. طيب ممتاز، الآن صار لها الآن added في الكيو. الآن نبغى نعملها committed. ممكن تلاحظ الآن يقول لك changes to be committed. فget commit، والميزة في get تجبرك غصب إنه لما تيجي تسوي commit تحط لها مسج. فمثلا لو تجي مثلا داش ام تكتب مسج مثلا initialize مثلا first مثلا version of my project. فالان committed موجوده عندي جميع الفايلات. get status قال لك on branch master nothing to be committed working tree clean. صار في مشكله مثلا عندك في البروجكت مثلا الان خلينا ودي استعجل شوي عشان نبت لمت قبل اي بس انا بشغل البروجكت بتشغله الان. ايه الان شغلنا اللي هو اللي ذكره الدكتور معاه في بدايه المحاضره اللي هو ويب بريك اللي هو سيرفر خاص بريلز. عندي الان كلاود داين اعطتني لينك اون كلاود ممكن اني استعرض فيه الويب سايت عندي اون كلاود، لكن مو معنى انه في برودكشن يعني او في برودكشن ستيج، فقط للتستنج. هذه اول صفحه بتلاحظها مثلا في روبي ان ريلز. خلينا نجرب الان مثلا جيت هل هي قاعده تشتغل تعطيني المطلوب او لا. مثلا هذا اهم ملف موجود عندك في روبي ان ريلز الجيمز فايلز اللي هي اللايبرز او المكاتب اللي روبي ريلز تستخدمها. ابى احذفه. لا لا لوكت هذا البرودكشن ما راح يشتغل معي السيرفر. بيقول انه ميسنج اللي هو الار في ام جيمز روبي ان ريلز جيمز باندلا. صار الان بالخطا مثلا حدث ملف مهم جدا اللي في كل اللايبرريز حقت البرنامج. جيت ستاتس هنا يقول لك انه ديليتد صار تراك الان جيم فايل ديليتد وان انت عندك مشكله لازم تسوي لها فيكس. جيت تشيك اوت لاحظ الآن هنا أنا حذفتها من هنا رجع لي جميع الفايلات اللي صار لها يعني إذا، لكن لو عملت ديليت سويت له كوميت خلاص. لكن إنك تعملت ديليت تعدل في فايل مثلا تبغى تجرب وعجزان تفتح لك مثلا برانش جديد قلت خلني بعدل بفيو ولا بمود ولا في كنترولر حسيت إنك يعني أبعدت مرة عن اللي أنت تبغاه سكر الفايل احذفه جيت تشيك اوت ماينس اف يرجع لك الفايل زي ما كان. هذا الان لقيت عندي على اللوكل. الان لو صار مثلا كلاود داين احترقت ما في شيء في الجيت هاب، هذه الان عندي في اللوكل ريبوزيتوري اقدر اشتغل عليه بدون جيت هاب. لكن جيت هاب زي ما قال الدكتور سوشيال نتورك تعطيك لك اكسس الكود حقك على الموقع. تبغى تنقل من كلاود الى كلاود تبغى تعمل يعني اي حاجه. خلينا ننتقل الان ونوديه مثلا نسوي له بوش الى الجيت هاب. اول شيء عشان نعمل له بوش طبعا تحتاج انت الان
في عندك تو ابروتش انك تسوي اوثنتيكيشن كل مره تعمل جيت، وهذه متعبه جدا كل مره تجي تكتب ايميلك وباسوردك. في طريقه اللي هي افضل نستخدم اللي هو الار اس اي بابليك كي، ناخذ البابليك كي اللي موجود عندي هنا على كلاود 9 نسوي اوثنتيكيشن مع جيت هاب. طبعا هذا تصير مره واحده لكل البروجكت، مره واحده لكل البروجكت يعني تسويها خلاص. فممكن المفروض اني مسويها انا موجوده، لكن بس بوريك بس كيف انك بس تضيف البابليك كي عندك. بابليك كي موجود طبعا، ممكن انه اذا في احد مثلا يشتغل او احد اللينكس جيكس راح يعرف البابليك كي مكانه موجوده، ممكن يكون في الروت ويكون لك اكسس لا اذا كنت انت الروت يعني بحد ذاتك. فطبعا الان لو تلاحظ الان البرومبت او الشيل او التيرمينال هذا لو تلاحظ اسمه فوق اوبنتو، هذه اوبنتو نسخه خاصه مسويتها الكلاود 9. طبعا في شرح كامل في جيت هاب كيف كيف انه تتربطه عندك مع كلاود 9 موجوده كامله. يعطيك اي كوماند يكون موجود عنده بالكونفجريشن تقريبا 90% او 99% من الكوماندز الموجوده يعطيك اوتو كومبليت لها. علق هو الحين غيرت المود. لا هو شابك مع الجوال. لا شبكت مع شبكه ثانيه. طب لو بينزل مثلا هوم برو 2 اقدر سم؟ اقدر انزل هوم برو 2 تقدر هام برو تقدر تحط البايب مفتوحه لك اي شيء تبغاه. طبعا هذا كمبيوتر عندك موجود عند كلاود 9 او ريك او موجود عندك يعني ورك سبيس خاص فيك. تفرق بين الكمبيوتر حق الديفلوبمنت، هذا كمبيوترك حق الديفلوبمنت. يس. في كمبيوتر ثاني حق برودكشن. راح يكون ينزل عليه الابلكيشن. طبعا تلاحظ الان انا قاعد اعمل تولز عندي هنا البروسيس